بسم الله وكفى والصلاة والسلام على كل الأنبياء بدون استثناء. وإما ينزغنك من الشيطان نزغ فاستعذ بالله إنه سميع عليم، راهو يسمع بيك كما يسمع كلقاته، أقل من ذرة وأعظم من مجرة، يسمع كل شيء. أعلى ما نسمعوش، نعرف شو ما تو في السماء الدنيا. أحنا بالله لو ربي يسرع البعض هكا معارك بين الكائنات السماء الدنيا، بالله العظيم لا يبقى ونوح إلا وجينا صعقة تنهينا ما لا تنهي حياتنا بطريقة ما لا كريهة وطريقة مؤلمة جدا. هذا واحد يتخيل أنه تجمع تسأل المهتمين بعلم الفلك ليزاستروفيزيانتو يقولون لكم شنو اللي قاعد يقع حسب طرقهم هم في التلقي ما يجري عن بعد من أشعة أنواع وأشكال من أصوات رهيبة مدمرة مفتتة لكل من تأتي تلك الأصوات، ولا فائدة في التطويل في الكلام. خطر اللي يشغلنا هو معرفة الرحمن من خلال علاقتنا به السليمة، وعلاقتنا السليمة ما تكون كذلك إلا أن طبقنا القرآن بقدر المجهود وقدر معرفتنا بالقرآن وبركات القرآن وقدر اتباعنا لرسول الإسلام وإخواننا عليه الصلاة والسلام. والحمد لله أولا وآخرا، آمين يا سيدنا يا عظيم، استجب لنا، نحن نريد الخلاص مما نحن فيه من المحن، فقوينا في إيماننا حتى تسمع دعاءنا أكثر مما هو مسموع، ونكون منتصرين بك ونصرك إلينا قريب، فعجل به يا كريم يا قريب.